شكرا لك نادية، شكرا على الجميل اللحن وجميل الأداء أكيد وجميل الإحساس في المقام الأول. شكرا لك، ونحن لسه في جلستنا الجميلة والطيبة دي، ويمكن يا أستاذ أمير عندنا جانب آخر محتاجين نتحدث عنه اللي هي المهرجانات المحلية، هل النادي عنده مشاركات فيها؟ نعم، النادي يمكن شارك في عديد من المهرجانات، مثلا مهرجان ميلاد الأغنيات يمكن احنا 3 دورات تحرز المركز الأول كأفضل أوركسترا، بالإضافة لأنه عندنا يعني حتى المغنيين بتاعنا دائما كان بيجوا في العشر الأوائل، فاشتغلنا برضو مهرجان الحقيبة كان شاركنا برضو فيه، اشتغلنا في مهرجان بتاع ساهور مهرجان المديح كان يتنفذ عندنا هناك في الدار، واشتركنا قبل كده برضو في أماس الخرطوم، بالإضافة لأنه إحنا يمكن أوركسترا الخرطوم جنوب يمكن لو فتحت أي غناء فضائية لقيت غناء حتلاقي ناس الخرطوم جنوب كويس، يمكن آخر إحنا شغل اشتغلناه حتى مع محلية الخرطوم كان عندنا شراكة معاهم في احتفالات أعياد الاستغلال، يمكن نفذنا لهم الليالي بالمساء واشتغلنا معاهم بالنهار في شارع النيل. في مشاريع مستقبلية أنتم يعني عايزين تعملوها؟ يعني مشاركات إنجازات أخرى للدار؟ والله نحن هسه طبعا عندنا لجنه بتاعت تسيير خطها الوزير كان، فبصدد نحن الايامات دي انه نعمل انتخابات، نعمل جمعيه عموميه وتتكون لجنه، وعندهم طبعا رؤيه وعندهم فهم في انه يعملوا يقدموا، حتى عندهم برامج يعني قدموها مطروحه عشان للارتقاء هنا ونقدم حاجات اكبر يعني ان شاء الله. باب العضويه عموما مفتوح على مدار السنه ولا في زمن محدد من السنه انتم بتفتحوا الباب لاعضاء جدد؟ والله طبعا العضويه ما يعني ما مربوطه بزمن، العضويه مفتوحه، حتى عضويتنا احنا يمكن في الخرطوم جنوب ما مربوطه مثلا بفنان او مغني او هنا، عندنا حاجه في النظام الاساسي حاجه اسمها اصدقاء الدار، انا اصدقاء الدار دي لما عندنا اطباء دكتور امير عقارب دكتور عبدالله. محمد عبد الله ده الاخصائيين مثلا دكتور معانا محامين معانا محامين عبد الحميد عبد الحميد منير اي نعم يعني اصحاب المهن يعني القريبه لنا ذيك كلهم معانا عندهم عضويه في النادي. جميل جميل، يعني اي زول عايز يمشي يقدم عضويه النادي انتم جاهزين؟ والله ابوابنا فاتحه، لكن الفنان ده لو ما جاب لنا البطاقه بتاعت رخصه ممارسه المهنه ما يجينا. كلام عديل عديل واضح. حتى صديق الدار ذاته عندنا نظره طبعا برضو ايوه هم لازم يكون عنده وزنه. يعني ايوه لازم يشرفنا احنا ذاتنا يعني. يا سلام كويس. الناس المعجبين سايب الغنى ذي وين مكانهم عندكم؟ والله بيجي طبعا عاملين لهم المنتديات دي مفتوحه والدار ذاتها اي زول داري يوم عندنا بروفات بتلقي ناس قاعده ما بنعرفهم نحن ناس الحي زول ماشي بيجي خش ما عندنا ما مالنا شغله مفتوحه يعني لاي زول. دي فرصه يا استاذ هاشم احنا نمنح غرض الدرمان كلها عضويه دار خرطوم جنوب. والله يا حق والله يا ريت والله يا ريت يا اخي كلام جميل. احنا ما فنا احنا واجبين ساي والله لا قصدي غدار ما انا قلت لك عندنا حي والدستور بتديكم الاعلاميين اساسا عندنا اعلاميين حاضرين احنا بس ورونا المنتدى متين ان شاء الله في المنتدى بتاع النادي دي احنا عايزين كل يوم. اي احنا جايين خلاص جايين ان شاء الله. طيب خطيب نسمع احنا يعني حنسمع جرحي والامي الراحل رغم انه الدنيا عيد. ايوه الرغم الجراحات ورغم انه الدنيا عيد هنسمع جرحي والامي للراحل الامين علي سليمان وهو عضو من اعضاء دار خرطوم جنوب له رحمه وبنحيي اسرته. نسمع مع بعض. جرحي وآلامي جرحي وآلامي جرحي وآلامي قل يا ظالم من عيونك دين انت يا الفاتن حبك الساكن انت يا الفاتن
الساكن حبك الساكن في قلوبنا لهيب كيف صبرنا عليه جرحي وآلامي جرحي وآلامي جرحي وآلامي كل يا ظالم من عيونك في عيونك لحظة القاتل في عيونك لحظة القاتل الدلال والزور بتحيرني جرحي وآلامي جرحي وآلامي جرحي وآلامي كل يا ظالم كل الناس تهواك يا الرفيع معناك كل الناس تهواك رفيع معنا كيف افوز برضاك اسعد ايامي جرحي وآلامي جرحي وآلامي جرحي وآلامي كل يا ظالم من عيوني عود يا جميل برضاك بطلتك يا ملاك عود يا جميل برضاك بطلتك يا ملاك قتلت الكل بوراك أمد يا سامي جرحي وآلامي جرحي وآلامي جرحي وآلامي كل يا انت يا حالم يا ابني ملي ظالم انت يا حالم يا ابني ملي ظالم رب العباد عالم انت ظالم جرحي وآلامي جرحي وآلامي جرحي وآلامي كل يا ظالم من عيونك جرحي وآلامي 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 كل يا ظالم من عيونك دي شكرا لك خطيب شكرا على جمال الإحساس اللي منحتنا له ومن الجلسة دي احنا دايرين يعني نختمها زي ما جيناها بذات المحبة وذات الجمال والإحساس اللي هديتونا له في العيدية دي دايرين نديكم المساحة انكم انتوا تعيدوا على كل الناس اللي انتوا عايزين تعيدوا عليهم وكمان توعدوا جمهوركم اللي دايما هو متابع لكم أستاذ أمير وأستاذ هاشم منه عندكم له شنو من يكون جديد أستاذ أمير والله احنا في الختام أول حاجة نقدم على التهنية لكل ناس الخرطوم جنوب بعد ذاك نمشي لأهلنا ونمشي لأصحابنا وجيراننا وليهم كل سنة طيبين وإن شاء الله الخرطوم جنوب
يعني ماشي لقدام ما عندنا رجع لورا ان شاء الله. ان شاء الله. استاذنا انا بقول احيي اسرتي واقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وبحيي زملائي واصدقائي في دار الخرطوم ينوب، واقول لهم كل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله السنه الجايه نحن اقوى ترابطا وفنا ويعني واعلام، وان شاء الله متقدمين لقدام ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. بهادين شكرا لك على حضورك، وشكرا برضو على الجمال اللي احديتنا اليوم. الله يديم العافيه، وبهني اهلي وبحييهم من هنا حلفه جديده الاسره الكبيره، بقول لهم قري عنونا كل سنه انتم طيبين والامين وتامين ان شاء الله، والاسره الصغيره بتوتي والشعب السوداني عامه كل سنه طيبين، والله يدي العافيه والعفو والعافيه، كل عام وانتم بخير ان شاء الله. انت بالف خير ان شاء الله. الله يكرمك. خطيب. يعني انا داير احيي شعب السوداني كله، وتحيه خاصه جدا لامي مقبوله بنت احمد، ربنا يديها صحه والعافيه ويمد في ايامها، وكل الاحباب والمشاهدين وموعودين بتدشين البوم حيكون في الدار اولا، بعد ذلك حنمشي مسرح القومي. جميل، تحيه لكم، عزمنا يلا. انتم معزومين من هسه، وليكم التحيه والترحاب. شكرا جزيلا. شكرا لك. نادية. تسلمي. في البداية بحيي كل الأمة السودانية والشعب السوداني، وبقول لهم كل عام وانتم بخير، وتهنئة خاصة جدا لأمي، ربنا يديها الصحة والعافية، وكل من يعرف نادية الطيب ولأسرة نادي جنوب ولكل جمهوري ربنا يخليكم، وكل سنة وانتم طيبين. احنا هنختم بك، يعني هديك المساحة انك تعيد على الناس وتختم لنا بلحن، لكن قبل كده شكرا للفرقة الموسيقية صاحبتنا، كل سنة وانتم طيبين، ان شاء الله دائما نادي الخرطوم في تقدم، نشوفكم في اكبر المحافل. شكرا كمان منتج هذه الحلقة او المساحة هو استاذ عجاج، شكرا لكل الناس اللي تابعتنا، وشكرا لتيم العمل اللي رافقنا في هذه المساحة. شكرا، كل سنة وانتم طيبين مشاهدي قناة الحرية والجمال، نلاقيكم برضو في مساحات اوسع وابرح بالتأكيد. قاسم أهدي للناس وأهدي لنا. أكرر التهنئة للشعب السوداني، وأهني كل من حضر معانا في الاستديو وأخواننا خلف الكواليس، بحييهم وأقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، ما شاء الله يا أخي العفو والعافية. وأهني أسرتي، أبنائي وزوجتي وأهلي في كرري، بهنيهم بالعيد وأقول لهم كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله يعود علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وكل سنة وانتم طيبين. وانت طيب إن شاء الله. من يوم ما رأيتك انت شغلت بالي بالي، أهلي وصحابي كل كان حيالي، بحلم بيكي دايما ودايما في خيالها، كل ما حس بيا ما داري بحالي، كل ما شعر بيا ما داري بحالي. هاي ليلى 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 يا ناصر عزال سهدي علمي وانت حليلة، يا ناصر عزال سهدي علمي وانت حليلة.
قالوا عندي معيو عن سباب الجراليلة. أنا أسألوا عندي معيو عن سباب شغاليلة. ما هماني بهم لو قلبي اكسفالها يا الما حسبيا أداري بحالي الما جار بيو أداري بحالي لا 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 كده 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 زيدا ها ليلى 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 يا ما صوتي خلى دنا دنا ومين قال حليلة يا ما صوتي خلى دنا دنا ومين قال حليلة كم كم عانيت انا من غمى الليالي صابر علو يرحم يحقق منالي يحقق منالي صابر علو يرحم يحقق منالي صابر الله يرحم يحقق منالي وين 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 يحقق منالي صابر الله يرحم يحقق منالي صابر الله يرحم يحقق منالي أنا العذاب علي قاسي وين أنا ودمي أنا أنا العذاب علي قاسي وين أنا ودمي الريد الريد ريدتنا وين أنا ودمي والمحبة هي حقتنا وين أنا ودمي الريد الريد ريدتنا المحبة هي حقتنا وين أنا ودمي الدهولة كدا اثنين خمسة حارتنا وين أنا يا ناسي أنا العذاب علي قاسي وين أنا ودمي حياها يما يا حوا ودمي يا سمري ليش نسوى وين انا ودمي حياها يما يا حوا وين انا ودمي يا سمري ليش نسوى وين انا ودمي شن نمشي ونجيهم الناس عملوها حوا وين انا يا ناسي انا العذاب علي قاسي وين انا ودمي دور أزوره وين أنا ودمي وينده لي رسوله وين أنا ودمي مشيت في قوز أزوره وين أنا ودمي وينده لي رسوله وين أنا ودمي حبيبي البدوره وخوذ النار وزوره وين أنا يا ناسي أنا العذاب علي قاسي وين أنا ودمي أنا العذاب علي قاسي وين أنا ودمي يا ناسي أنا البريد ما
ناسي وين انا ورمي يا ناسي انا الغرامي كان شاسي وين انا ورمي يا ناسي انا العذاب علي قاسي وين انا ورمي يا ناسي انا البريد ما حاسي وين انا ورمي يا ناسي انا العذاب علي قاسي وين انا ورمي يا ناسي انا الغرام كان شاسي وين انا ودمي يا ناسي وانا العذاب علي قاسي وين انا ودمي